لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم يا رب العالمين، يا غفار الذنوب، يا رب العالمين، يا ستار العيوب، يا أرحم الراحمين، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا حنان يا منان يا رفيع الدرجات، يا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم يا من عنده مفاتيح الغيب، يا من يعلم السر وأخفى، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تفتح لنا أبواب التيسير وتغلق عنا أبواب التعسير. نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. يا محنان يا منان، يا من إليه نشكو أحوالنا، اللهم هب لنا الخير والبركة والتيسير. اللهم اقذف رجاءك في قلوبنا، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم باسمك العظيم الأعظم نسألك أن تكفينا كل أمر عظيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم أنت رجاؤنا، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تفرج عنا الكروب، وتقضي عنا الديون، وتفرج عن كل محزون. يا رحمن يا رحيم يا مفرجا، فرج عن عبادك المؤمنين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. لك الحمد بما أنت أهله، فصل على محمد بما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقى وأهل المغفرة. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح بيننا وبينه فتحا مبينا. اللهم صل عليه صلاة تصرف بها عنا السوء والفحشاء والمنكر، وتجمع بيننا ومعه في كل وقت وحين. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا دائم النعماء ويا كثير الخيرات ويا واسع العطاء، ألطف بنا جميعا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، وأنبتهم الله نباتا حسنا، وشافهم وعافهم وداويهم وعلمهم علما نافعا. اللهم اصلح أزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم بارك في كل أفراد أسرتنا وعائلتنا، واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربي يا كريم يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، أنت المقصود بكل حال. اللهم إننا سلمنا أنفسنا وأمورنا إليك، فاقبلنا وارحمنا يا رب العالمين. إن تعذبنا فقد عصيناك، وإن تغفر لنا فإننا فقراء إلى رحمتك. اغفر لنا يا ربنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء. يا رحمن يا رحيم، لا تكلنا إلى غيرك، وعن بابك لا تطردنا، ومن نعمائك لا تحرمنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا الذنوب
وتستر عنا العيوب وتقضي إلينا الحوائج. يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك وأنت عنا راض غير غضبان، يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب العالمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم في أعلى عليين، اجعلهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم. يا أملنا يا رجاءنا يا خير مستغاث ويا أجود المعطين ويا من سبقت رحمته غضبه، اللهم أكرمنا بالجنة، اللهم أكرمنا بالمغفرة، اللهم أكرمنا بالعافية، اللهم لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وانصرنا على القوم الكافرين ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اصلح لنا ديننا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في أولادنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، آتي أنفسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استجب لنا يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا وتب علينا، واجمعنا يوم القيامة بحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.